هلا بنحط الزلط. طيب ممكن انام هنا؟ هلا بنشاون الاسمنت. طيب ممكن انام هنا على فكره برضه؟ هنا الراتش. طب ممكن لو الجبس ما جاش انام مكانه لو مش هيضايقه؟ خلاص يبقى نام في اوضه الباشمهندس طارق، وفي بطانيه تحت الكنبه تغطى بيها. طب والمهندس طارق هيتغطى بايه؟ حضرتك بقالك ساعة التمرين خلص. الحقنة جاهزة يا فاروق بيه. لا أنا النهاردة هاخدها في الريسبشن. أنا كل يوم بديها لحضرتك في العضل، إشمعنى النهاردة هتاخدها في الريسبشن؟ مي هي اللي حددها لي، أنت إيدك عاملة زي المرزبة. يلا مي. مش لو سمحتي. كانت بتغرق في البسين. تعال يا حبيبتي تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعال يا حبيبتي. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان البنت ولا على بالكوا خالص. وانت شفتها ازاي؟ شفتها من مكان ما شفتوكوا. هو ده اللي يهمك. انت بتزعق كده ليه؟ بزعق لان الحاجات دي تتعمل بالليل مش لما البنت تغرق. قلت لك 100,000 مره ما تسيبش البنت لوحدها. اتفضل من هدومك انت مرفوض. لا 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 معلش انا لو اعرف انه الحكايه هتوصل للرفض انا كنت سبتها تغرق. بس خلاص الحمد لله البنت كويسه قوي زي الفل الحمد لله. طب روح هات له حاجه ناشفه البسها بسرعه. حاضر. يلا وانت بسرعه اطلع غير البنت عشان ما تسقعش. يلا وانت بسرعه روح اعملي حاجه سخنه عشان اشربها. عيله مفككه. كان صاحبي قوي صاحبي صاحبي يعني، وكان الموضوع ده مضايقه جدا. قعدت اقول له يا ابني كبر دماغك يا ابني كبر دماغك. هو فعلا سمع كلامي وقعد يكبر دماغه يكبر دماغه لغايه ما بقاش يعرف يقلع التيشيرت. انا هقول لك فزوره. لا لا فزوره ايه، احنا لسه هنقعد نفكر. احنا نقعد نقول نكت ونضحك ونشرب شاي وكده. في كده خبر ابيض. لكن بقول يا بيبي يعني انت لغايه دلوقتي كلت لك بتاع 20 سندوتش وشربت بردين شاي وصندوق ازوزه، ما قلتيش لغايه دلوقتي انت بتشتغل ايه؟ انا بشتغل في العماره اللي في وشكوا دي على طول. اللطش في وشكوا دي. بتشتغل ايه بقى في العماره اللي في وشنا على طول دي؟ بشتغل منقذ. ايه منقذ؟ منقذ الاطفال اللي بتغرق في حمامات السباحه اللي حوالين الفلل اللي اهاليهم ما بياخدوش بالهم منهم. ماخديش في بالك. ايه ده دي عايزه سكر. حان الوقت استاذن انا بقى فاروق بيه مره تانية وثالثه. انا متشكر لك جدا يا استاذ بيه. يا راجل تشكرني على ايه؟ تشكرني على ايه بس؟ ازاي بقى ما تقولش كده. بيت لطيف واسره سعيده والوان فاقعه وحاجه زي الفل. البنطلون والفانيلا والحاجات بتاعتي نشرهم فين؟ بره. اوكي حاضر. طيب اتفضل بقى. يا راجل هو في كده برضه؟ خليك لابسهم تبقى جيبهم لي بعدين. والله هو حضرتك نينجا ترتل؟ ترتل؟ لا لا ده 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 روب دي شامبر. دي شام؟ روب دي شامبر وروب نوفمبر. لا لا ده روب اللي بلبسه في البيت. في البيت نينجا في البيت يعني. اوكي طيب بعد اذنك اتفضل. لازم تذبح حاجه. حاضر. حاجه البنت الصغيره حاجه باربع رجول ما لقيتش اذبح فرختين. يلا السلام عليكم. السلام. لو سمحت. نعم. دول مكافاه بسيطه علشانك. ايه اللي بتعمليه ده؟ اكمني مبلول يعني؟ وانت عمال تغمز لها وفاكرني مش شايفك؟ شفتك بظهري. كام دول؟
500 جنيه اشتري بيهم حاجه للبنت. ماشي كلامك بيبي، بس ارجوك لو احتجت اي حاجه اعتبر المكان ده بيتك. شكرا، بس يا ريت لو حد هيغرق تاني بلغوني قبلها. أنا اللي كنت فاكرك نينجا طلعت ترتر. مش ميمي اللي ماشي هناك ده؟ زمر له يا حسن. راح فين يا ميمي؟ رايح اول الشارع اجيب سندوتشات. طب ما تيجي تركب. اركب ايه؟ لا انا ما بركبش، انا هتمشى. يا ابني تعال اركب، انا عايز اريحك. تريحني؟ انا ميمي اه بس راجل قوي. قصدك ايه؟ اقصد ان مفيش فايده. اقصد انا مش عايز اتعب حضرتك، اتفضل انت. طب قول لي عايز ايه وانا اجيبه لك معايا. يعني اذا كان كده بقى هات لي معاك سندوتشين، واحد فول وواحد طعميه. لا 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 خلي خلي خلي. لا انا ما بحبش حد يكسر عيني معلش. طيب يا سيدي، واحد فول وواحد طعميه. حاضر، عينيا الاثنين. ماشي، اتفضل. سلام. اتفضل. اطلع حسن. ايه ده كله؟ لانشون وجبنه رومي وجبنه فلامانكو وزيتون اخضر وزيتون اسود وعسل ومربى وعصير، ايه ده كله؟ ده واضح انه فرتك الجنيه كله. لا بقى الواضح ان فاروق بيحبك قوي وبيقول لك ما تنساش لو احتجت اي حاجه البيت بيتك. وايه المقابل؟ المقابل يا ابراهيم بعت نفسك. والله يا ابني انا ما انا فاهم انت قصدك ايه. ما علينا، سامح كريم اخبار زينه ايه؟ لا تمام الحمد لله زي الفل. باخد بالك منها يا ابراهيم، طالما البنت شقيه كده خد بالك منها، بلاش الحاجات التانيه دي. والله يا سنيني انا عيني ما بتغفل عنها، انا يا دوبك رحت احضر الحقنه وقلت الانسه مي خلي بالك منها. ارجع كده باللسان شويه، انت قلت ايه؟ الانسه مي؟ هي الانسه مي مش تبقى مامه زينه؟ دي مامه زينه تعيش انت. لا امال مين الانسه مي دي اللي كانت عامله فيها هيستك كده؟ لا دي مش هيستك، دي مديره مكتب فاروق بيه وهو بيعتبرها زي بنته بالظبط. اه طب كمل، انت قلت حقنه ومش عارف حاجه كده، هي عيانه؟ لا دي حقنه فيتامينات انا بديها لفاروق بيه. حقنه؟ تديها فين؟ ورا. انا مالي ورا ولا قدام، انا اقصد بص لما بياخد الحقنه دي بياخدها هنا عند الشباك ده. ايوه صح. ولما بتديها له بيعمل كده. ايوه بالظبط كده. بص يا ابراهيم بقول لك ايه، اعمل لنا بقى 40 شاي احتفالا انك طلعت شريف يا راجل بسرعه. نسا مي في حاجه؟ كنت عايز اسالك سؤال بس. مفيش حاجه ضايعه منك؟ لا ليه؟ اصلا انا ما لقيتش حاجه وخايف لكون بتاعتك. لا الحاجه اللي لسه ما لقيتهاش مش بتاعتي. طيب تحبي افضل معاكي لغايه ما نلاقيها جايز تطلع بتاعتك ويبقى شكلي وحش وانا مقصر؟ يا سيدي شكرا، اما تلاقيها باخدها لك خالص. ويخلق ما لا تعلمون. ايه ده مفاتيحك؟ كانت مفاتيحك. مش انت قلتي لما تلاقي حاجه خدها ليك خالص؟ روحي بالاوتوبيس بقى. هات، انا ما بهزرش. طب الراحه شويه، في ايه اهو؟ انا لقيته معين وانت داخل الحق علي ان انا جبتهم. ربت تعملي حادثه خفيفه يعني، رتوش بتاع فانوس تتقلبي. ايه ده ابراهيم؟ كوبايه شاي اهي، شيلهم بقى بدل ما اكسرهم. اوبس. ازيك يا زوزه؟ انت مين؟ انا اللي طلعتك امبارح من حمام السباحه، اوعى تكوني لسه مبلول. انت مين؟ ما عرفتنيش في الاول. شويه كده. اصل انا شكلي بيدي على هشام في الاول. مين مع مين هشام ده؟ هشام ده واحد صاحبي بس بيدي على ميمي. ازيك يا ميمي؟ اهلا اهلا وسهلا. بعتولك الفطار؟ تمام كله تمام الحمد لله يعني. وحضرتك رجوله المراجل كلها، انا كنت فاهم كده بس مش مهم. ومعلش كنت اخواتي تحاسبوا، انا جاي اخد بقيه الجنيه لو في حاجه حلوه ممكن يعني. ايه ده؟ ايه ده يا اخت زينة؟ طبعا ده شيء ملوش اجابه. ها اكيد ده شيء خيالي. سلم على مين يا روي؟ اهلا اهلا يا حبيبي. اهلا يا حبيبي، ازيك؟ ما شاء الله ده متدرب عني. اهلا وسهلا.
ده روي؟ اه. امال صالح سليم فين؟ يا جماعه انا ما حدش جاوبني، ايه ده؟ انتوا ما عندكمش كلاب في البلد؟ يعني ده كلب دلوقتي؟ ما شاء الله، اصل الكلاب عندنا حجمها طبيعي يا زينه، انما هنا الكلاب عندكم ما شاء الله صوم. طب يلا نلعب. هاي هاند رايتنج. اهلا وسهلا، ازي حالك استاذ عادل؟ باشا ازي حضرتك؟ ازي حالك يا ترى؟ الاموره صغيره لسه عايشه؟ جاهزه. اتفضل 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 يا فندم. اهلا وسهلا يا ترى. ان شاء الله باذن الله. كل ده ما هات يا روي، ابعده من قدامه دلوقتي. معلش معلش معلش، عمري ما شبه. ايه ده؟ ما تخافش. لا 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 مش خايف. بص اعرفكم على بعض، ميمي الاستاذ عزمي مدرس اللغه العربيه. انا مش خايف. مدرس؟ ايوه ده مدرس. ده مدرس وده كلب. ازاي؟ معلش اتفضل اتفضل. انا مش بخاف من الكلاب، انا عايش في بلد كلها كلاب. معلش بس ده مش الرجوع. ابعدوا شويه عشان لا اخلص. لا لا براحه براحه علي يا راجل، اديني فرصه بس. عادي انا مش بخاف بكلاب. خش. عمري ما من الكلاب اخاف منها ليه يعني؟ مثلا خش خش خش. قولي تشقشق الطيور. تشقشق الطيور. تشقشق ايه يا حبيبتي؟ احنا ماسكين ابر لبعض هنشقشق؟ تشقشق القاف، قلت لك عليها 50 مرة. قولي تشقشق الطيور والارض مفتحور والباري للضرور والمارد العربي. قولي تشقشق الطيور. ايه يا استاذ؟ ايه يا استاذ ايه؟ خلاص ما تقوليش حاجه، ما تقوليش. انت هتعرفي تقولي حاجه. هاتي موزه. ايه ده يا يعني؟ الموز ده بتجيبوه من ايه؟ اللي هناك ده تفاح؟ يا استاذ خليني بعد العشاء. ها ابراهيم كمل لي، كنت بتقول ايه بقى؟